البوز. في البوز اليوم ايفيدامون باش نحكيو على وحش الشاشه ونجم الجماهير وحسين فهمي بتاع تونس. شكونو؟ تو هذا السؤال باش نحكيكم بيان سور على هشام الحامدي. ليني باش نحكي على الانترفيو القياسي ولا السياسي اللي عمله للكلام الصعيب اللي يحكي فيه. باش نلخص له الحوار في انترفيو قصير وهو يجاوب عليه. اتراه قل لي يلي عايش في لندن وعندك قناه تمارس في السياسه وتحكي على الزوالي، قداش تراه حق الخبزه في تونس؟ ما شريتش حتى خبزه، ما شريش حتى خبزة، دونك ما يعرفش ما لفاش قام نهار طول وانت تحكي على الزوالي ومشتنا الكبيدة متاعنا بحق الخبزة غالي على الزوالي. باهي، وفي الترانسبور ركبتش في المترو الاخرة مريرة؟ والله ركبت المرة فاتت في المترو تقريبا 600 فرنك. 600 فرنك وخي انت ما تعرفش المتروات في تونس، يا ما ركبتش في مترو تونسي اصلا، ترى بالكش ظالمينه. ومنين لمنين خديت هالتذكرة؟ لا، 600 فرنك ركبت بها من الباساج لبرشلونة. بالباساج البرشلونة 600 فرنك، هي في الحقيقة أصل تصوم التذكرة ب 320 فرنك، أما أنت تظهر أجنبي توريست، معناها هيك عليها عملوا لك تعريف أجانب. باهي، اختار من الأسوام، ظهر لي فيك ضايع فيها أصل، نهار وليل وأنت تحكي على الزوالي، وفي الآخر ما طلعت تعرف من عيشة الزوالي كان الاسم. أليس لكم قلوب؟ يا سيدي أليس توانسة؟ أبي يحني أبي، والله عنا قلوب وهما توانسة بالطبيعة، أما فيها بيس كان أنت تخرجهم من الحسابات السياسية نتاعك، وبالطبيعة سي هشام الحامدي. ختم القاعدة بأنه دار على سمير الوافي بيدو. أعراض الناس ليست لعبة بين يديك. وين عرضك؟ وين موجود؟ حكلمك. أعراض الناس ليست لعبة بين يديك ولا بين يدي سامي الفهري ولا البريمة فيكم. أي 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 صاروخ أرض جو أكها وبدا العرض. تفضل اصبر حتى فهمني، اما مش على راحتك راهو. لا لا على وقت. لا مش على راحتك. لا على راحتك. ثم وقت على راحتك. ماكش في المستقبل. على راحتي. ماكش في قناة المستقبل. انت لن تعتدي علي هنا ثم تقول للناس انا اريد ان لا اتكلم على راحتي. واحد فيكم يفسر لي الجمله المفيده اللي قالها سي هشام تو. انت لن تعتدي علي هنا ثم تقول للناس اني اتكلم على راحتي. ما هذا امان؟ ما هذا بحق السماء؟ افهم، لا تتكلم عن محمد هشام الحامدي. اختصر، انت تتكلم عن محمد هشام الحامدي. ضيف عادي، نتكلم مع ضيف عادي. مواطن تونسي له الحق في الحريه والكرامه، ولا يجوز لك انت ولا الف مثلك ان يعتدوا علي هنا في هذا البرنامج. واه واه واه، اعتداء جمله واحده تيما وكيل حكايه فيها اعتداء، حطوا على قليله كل بلاك نتاع موان 18 ans الاخرى. ودلوقتي هذا برنامجك لا يشرفني ان ابقى فيه لحظه واحده. تفضل اقعد انت. مرحبا التوانسه يتفرجوا وشافوا كلامك. يتفرجوا يتفرجوا في البلاد وركاكا نتاع نهار كنت كلمه. صدقني سي الهاشمي، هذه اصدق جمله تقالت من اول البرنامج، باش يقعد له ابدا. باش نكملوا نحكيو عليك سي الهاشمي. احكي كما تحب، هذا ميكروفونك وهذه قناتك. هذا انت اعلامي تتصرف هكا، ترمي الميكروات قدام الكاميرا؟ هذه اخلاق، هذه اخلاق نتاع اعلامي. هكا هاو قال لهم الف وعوذ بالله، كان زيد فيها دقيقه واحده هز روحه وخرج. تو انت سي الهاشمي كي ناوي باش تخرج، الواه جاي من اصله، وكي تعرف الواه فيه مش محايد ومش بروفيسيونيل ومش باهي كيما انت قاعد تحكي، فاش قام جاي؟ ولا زعيم تمد وجهك في التلفزه عندك شي عندي؟ خرجت مكشكش، لا رينا منك ابتسامه عريضه ولا حتى طياره محبه. In verse.